هاي المهنة حيل قديمة يعني، ومهنة يعني أجدادنا وصفوا الصوف بالذهب مدة أعوام وسنين طويلة يقاوم. أنا اسمي محمد الصميدعي وعندي محل مفروشات بشارع بغداد، وطفولتي أنا تعلمت هاي الشغلة موقف صدام، وتقريبا صار لي من 95 أنا بهاي الشغلة. وقتها أخويا كان صديق استادي من بغداد، تعرف على أخويا وأخويا جابني عنده. أنا طبعا هاي الندافة صار لي من 95 بيها، ما اليوم الباح يعني. وهذا المفروشات مالتي طبعا يعني نحن بالندافة صارنا قديمين بها حدود 26 سنة تقريبا ما اليوم اي. وكنا طبعا مفتحين بس الاشخانة، بس ظروف والداعش وصارت بينا طبعا هي اللي خلتنا نجي نفتح هنا بشارع بغداد. وهاي الندافة من اقدم الندافات طبعا بالموصل، من ناحيه اللي نحن نشتغلنا يكون بالحمالات اكثر شيء. الحماله هي عباره عن لحف، لحاف نفرين، لحافات نفرات، مخاديد، جدليات نفرات، نفرين نسوي اي. وهي بيها مراحل طبعا يعني مراحل الصوف. شلون الناس تروح بالموسم شهر الرابع تروح تاخذ الصوف من القصاص، وبعدين تجيبه تغسله وتجيبه لنا. اي بعد ما تجيبه لنا طبعا نحن بينا مراحل. المراحل شنو هي؟ اقماش اول مره ناخذ من عندهم حسب القطعه اللي يريدوها، لحف، جدليات، اكو مداديات ديوانيه طبعا. المداديه هاي الديوانيه طبعا عن القياسات طبعا، اللي غرفته 6 واللي غرفته 5 امتار واللي غرفته 4 امتار والعرض كذا ترتيبه وينطينا نحن فصل ديوان كامل يعني. احنا كشباب بهاي المهنه تورثناه يعني ابا عن جد بهاي الشغله طبعا، ويعني هاي شغله تراثيه يعني، ومستحيل واحد انه يعوفه يعني اهل الموصل ما يعوفه. مو شغلنا، شغل اهل بغداد والجنوب يفرق عن شغلنا يعني. هم لهم شغلهم، اللي شغلهم اكثر شيء هو القطن، يعني منطقتهم حاره، نحن منطقتنا شماليه بارده. نحن صوف نستخدم اكثر شيء الصوف، هم يستخدمون القطن من بغداد للبصره يستخدمون القطن، لكن نحن الشمال كله يستخدم الصوف. احنا اسمه الصوف بالجمله يعني، مثلا يريد طن طنين ثلاثه نصدر اسمه، عندنا كابسات ونشتغله ويكبسوا وياخذوه. عندي 4 أطفال وعيشتنا بسيطة، واسمه الأطفال أوديهم على المدرسة، أي حياة تقليدية يعني. هو الصبح أوديهم على المدرسة، خاصة السماء كذا كمداج بس أيام امتحانات، وبالليل نرجع احتياجات البيت وكذا. هاي المهنة حيل قديمة يعني، ومهنة يعني أجدادنا اسمه كان وصفوا الصوف بالذهب. صوف بالذهب طبعا، الصوف ذهبي لأن مدة أعوام وسنين طويلة يقاوم. تمام، ثلاث سنين البوليستر اللي هذا البوليستر اللي جاهز كله عبارة عن ديكور ترى ما يقاوم أكثر من شهرين ثلاثة. الصوف ما شاء الله يقاوم
50 سنة يقاوم صوف وأكثر بعد. الصوف صوف الأول قاعينه ذهب. والله أنا مو على مدى أبو صواف لكن أنا مجرب الشولتي. تبدأ مرحلة الفصال. نحن هون هاي مكيدة التقل، نقعد نفصل الفصالات اللي يريدوها الناس، وبعد الفصالات راح نبلش بالندف اللي هو مكيدة الندف النداف. هي ايه اللي هي الندافة، هاي الماكينة. طبعا هي هاي نندف الصوف بيها، وبعد ما نندف الصوف بيها يطلع مندوف ما شاء الله مثل الشعرية عبالك. هاي نفس ما تشوفونه. نحن اسمه الصوف موسمه بشهر رابع، بشهر رابع يقصونه أكون نهاية الرابع، لكن حسب الجو مثل ما أقول. بعد ما يقصون الصوف أما الغنامة يجيبون على الصوافة، بعد الصوافة تأخذ الناس تغسله، ونحن نأخذ من نفس الشيء. عندنا نسوان تغسل، يغسلون بعد الغسل والنظافة، بعد ما ينظف يطلع هالشكل، نفس هالترتيب هذا نظيف، لا بنغيحة ولا بين وسخ ولا اي شيء، حتى الترتيب هذا يطلع. اي والاسعار اسمه كان قبل اسعاره حيل غالي السوق، هسه حيل رخيص السوق. هسه من ناحيه الوسخ 300 400 دينار، لكن هسه النظيف مالته ب 1500 ب 1500 يعني نظيف ومرتب. هذا بعد الغسل وبعد الترتيب مالته. هذا الندف مالته، شوفونه من اصبعاته بعينه. ها مرحلة الندف بعد ما يندف الصوف يبدا هاي الترتيب مالته. هاي نبدا نحط الصوف من هنا، الصوف هاي نحطها من هنا طبعا، وهي داخل الماكينة. بعد ما نحطها من هنا ثلاثة حتطلع من هنا كله مندوب وجاهز. واي شغل اللي يسمونه النداف ندف. كان قبل طبعا شغله كل الصعبه ترى، يعني ياخذوها يقعدون يفشوها بديهم الناس، صعبه حيل. لكن احنا هسه حاليا ما شاء الله المكان تطورت يعني، وكنا قبل نحن خاصه يعني كان صعب علينا شاء الله قبل ما تجي هاي المكاين الحديثه. هاي المكاين طبعا اسمها ما شاء الله وفرت لنا كثير شغل بشغلنا. يعني كنا نمسك بالسندان العودة مثل الشوك بيها هالشكل، ونقعد نطرق بيها يعني ساعات نطول يلا تنفش بيها اسمه الصوف. هسه ما شاء الله وقت ما جيت المكاين تقريبا صار لها فوق ال 17 سنه من جيت المكاين. من جيت المكاين سبحان الله يعني الصوف حيل سهل علينا، الشغله كلش ممتازه صارت. طبعاً كان قبل الشغل مالتنا يعني شغل محدود مثل ما نقول، لكن بعد ما شاء الله يعني جيت المكان مثل ما قلت لكم المكاين الندف وكذا، هسه الشغل مالتنا اختلف يعني من ناحية التطوير مالتنا. يعني واحد هو بالمصلحة يقدر يطور شغلته، هو بعقليته هو وتركيزه وترتيبه دائماً. يعني أبسط شيء بالخياطة، الخياطة النقشات أكو واحد نقشتين ثلاثة عنده، لكن أكو خياط ماهر قديم نفسي 25 سنة بالمصلحة يعني 100,000 نقشة أنا نعرف، ماكو نقشة ما مرت علي يدي أنا واشتغلتوها.
هاي جزئياتنا فراس، واحد جاب 3 قطع. راح نبلش نشوفكم الشغل مالتنا. هاي جذري نفر، عبارة عن جذري نفر. يعقوب معايا؟ هاي مراحل الشغل مالتنا. طبعا فجأة جذرية نحط الصوف فوقاتو ها، وبعدين نقطنها. صراحة اشوفكم الشغل مالتنا. هاي نساويها بالمراحل العودة. بعد ما قطنا الجذرية وحطينا الصوف عليها قلبناها، هسه نبدأ اسمه مرحلة الخياطة، خياط الحلق، اللي هو هذا خياط الحلق. مثل ما تشوفون نخيطه نحن. هاي الخياطة نسميها دفن، بحيث من نقلبه ولا كأنه بارك مخيطة. هاي نسميها دفن على الخياطة. اي اسمه بعد ما خيطناه شوفوا هسه طلعت وكانما عبالك خياط دفن يعني. طبعا الجذرية تقاوم لأربع خمس سنين، وبعدها هم يرجعون يجيبون لنا اياها نعيدها، هم نرجع ننفشها نفس المرحله، ننتقل القماش نرجع نخيطها. خلصنا الحلقة هسه نصفيها. يا كريم يا الله، هاي الجدرية ما تصفى بالعوده نهائيا، ما تصير مضبوطه. التصفى صفيناها خلصنا التصفى. عسر مرحلة الخياطة، عسر نبلش نخيط. طبعا هاي مو ذهب، طبعا هاي كشتبان نحن نسميها، اللي هي نخيط بيها، وبرنا خاصة طبعا، مو حي الله برنا نحن نشتغل بيها. هاي خياطة نبلش نخيطها جذرية نفع. اكو منا مثل ما قلت لكم اكو جذريات مداديات، طبعا حسب القياس مالتها 3 4 5 في حدود 8 امتار نحن نخيطها. طبعا يوم من الايام، طبعا هاي الشغله اهل قبل طبعا يحشون بيها فلوس وذهب وكل شيء بهاي شغلتنا. فالموقف كلش، كنت اشتغل ويا رجل اسمه عبد الكريم ابو محمد الله يذكره بالخير. والله يوم من الايام جابوا لنا 4 قواني صوف، طبعا كان عمري 15 سنه. بعد ما وزننا الصوف كملناه وهالشكل، صار وقت بدنا نشتغله اللي هو ندف الماكينه. هو تعبان رجال، قال لي محمد ما تندف لي؟ قلت له ابشر. والله اخذناه، اخذته رحت ندفته. طبعا انا طبعا مخبوص وعلى ندف على اشتغل وكذا، شفت علاقه سوداء هالشكل، والله شلته اضطريت هالشكل على صحه خليته. برضه ما خلصت الندف بطلع ضربت عيني على العلاقه، اخذت العلاقه خذتها جوا، فتحت العلاقه والله افتحها ما شاء الله طلعت 4-5 علاقات ببطن كيس، وتطلع لك 200,000. هاي بوكس صدام طبعا هالحكي، مو هسه 200,000 كان لها قيمه، 200,000 ما طلع عليك ورا. بثلاث ايام جاء موعد الشغل مالتها، كملنا الشغل مالتها جذريات، جت الحرمه تاخذها. والله ابو محمد قال لها لقينا لك كذا بالاسبوع ان شاء الله، قالت له ابوي دخيله هجشت الكنين كلها وأجزت البيت وتكونت معه كنين والولاد، عملت له هذا ذاك البيت. قال لا يا مولا هاي الأمانة ما تجيك 200,000. قالت له خلف الله عليك الله يبارك فيك. قال لي أنا ما لقيتها ترى،
ترى هذا الولد لقاها اللي هو محمد، كان عمري 15 سنة كنت صغير. اي والله الحمد لله وشكر انطيناه اياها، وكثير شغلات صارت من حيث هالسنين كلها اللي اشتغلناها، كثير شغلات كنت صارت بينا. طبعا رجل جاء عصوف معناته ندف، عباره عن ندف ندفه من الماكينه، راح نطينوه هسه. ها طبعا ندفناه وعبيناه وزلناه، راح نطينه للرجال جاء عليه هسه. يا بسم الله طبعا نطلعه هسه للصوف، صوف ما شاء الله مطرح نفرين دبل، ندفنانه وكملنانه هسه راح يجي ياخذه تاع الحياة. طيب ما شاء الله كفي يا دوب السيارة، لا تاخذه ولا ما تاخذه؟ لا ما نزلت. ها نزلت معي ايوه كيف اعطيني اشهد له هسه. طبعا احنا ندف الكيل ب 500 دينار الندف. اي كم كيلو طلع؟ ما شاء الله فوق ال 36 كيلو طلع. يعني ايش يصار؟ ايه ما عاد يعطيني 5000 هذا. هسه بعد ما اخذه راح يعطيني حقه. هاي غادة هاي 5 هذا وحياة وصلت. هذا حقه هذا وحياة. يعقوب معانا؟ يلا اخوي. يلا حبيبي الله معك. هاي راح ياخذوني يحطونه بالسيارة. راح ياخذوني. وهكذا. اي هذا الصوف اخذونه اللي ندفنا انه كملنا انه هذا عبارة عن لحاف نفرين، هذا الحاف نفرين، النقشة ماتوا شوفوها مثلا وردة حلوة بيها نقشات كثيرة يعني. اي صوف يروح له 5 كيلوات، جابان التركي يكون 5 أمتار. اي هذا الترتيب ماتوا. ذول الجديد طبعا اسمه نفرات، طبعا عندنا مترين وربع طولة، عرضها 90 سنتيم. اي اللي يريد جاهز يعني طبعا اسمه يوصينا، ها نسوي لي اياها بالامتار نحن نشتغل طبعا. واللي يريد اسمه يجيب صوف وقماش، طبعا احنا عندنا يعني يريد قماش تكمله، يريد صوف تكمله عادي، ما كل هاي من عندنا يعني. اي حسب القطعه، اذا كانت مداديه فناخذ عليها 3.5 متر. اي المخده 1.5 نشتغلها. اي يعقوب علق. اي هذول الجدليات الترتيب، هذول النفرات كلهم على 2.5 متر، 3 أمتار، مترين وربع طبعا. وعندنا المداديات اللي هم من الناس اللي هاي عباره عن 4 أمتار مديوانيه، فصال ديوانيه. هذا انطاني ديوان مال ابو احمد 6 في 4 الساعه واحده فصاله مفصله وكامله، والاخرى مفصله كامله، وعندي بعد مفصلات ديوان كامل. وقبل وصلنا للمخاديد طبعا ضخم مخاديد عليه كاملين. اي هاي ديوانيه سموها فصال ديوانيه. بس من جاء الجاهز تقريبا انكسر تقريبا 40% من شغلنا. الجاهز كسر كثير شغلات من شغلنا. يعني كان قبل يعني حمالتنا تقوم من اللحف ومطارح ودغريات ومخاديد كوشات، هسه حاليا تقريبا بس ياخذون قطعه لحاف، مطارح ما ياخذون، ياخذون دغريات.
كان قبل شغلنا اقوى بكثير، كان يعني كنا ما نلحق بشغلنا. قبل كان عندنا ما شاء الله يعني استيراد وتصدير الصوف، الصواف طبعا يصدرون صوف على الخارج يعني ياخذون، هسه استيراد وتصدير حيل قليل يعني الظروف حيل اختلفت. الصوف كان الناس كلها تتجه بس على الصوف، من جاء جهاز ومن صارت هاي الظروف حتى الصوف قل يعني كثير قل زخم علينا. الناس بس يهمهم الجهاز عبارة عن ديكور، ترى الجهاز ما يخدم، ترى الله أكثر اللحف والمقاديد يجيبون إياهم بعد 5-6 أشهر كنا نتلفوا، ما مثل الصوف المطارح والجوليات وكذا يطولون سنين طويلة. الصوف طبعا هو الذهب ما يقول عليها القبل، لكن الاسفنج والله بصراحة يعمل فقرات، هو زين الاسفنج وتشوفه ضغط عالي وكذا وينقعد كذا، لكن مرور السنين يعمل فقرات قوي، مو مثل يعني اسمه الصوف. الصوف ذهب والله. أمنيتي أهم شيء الأمان، كل شيء ما أريد من الدنيا هاي الأمان، ماكو بالبلد تعيش بينه يعني حياة نهائيا صفر، يعني نهائيا حياة ما حلوة، الأمان وحياة يعني كل الحياة ترجع.